السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم نجيب قلم. درسنا اليوم انعكاس مسائل على انعكاس الضوء وانكساره للصف العاشر. المسألة 49. نقرأ المسألة مع بعض. يسقط شعاع الضوء على سطح منشور معامل انكسار الضوء لمادته 1.8 كما في الشكل. ننظر للشكل. نقطة السقوط هذه رسمنا منها العمود على السطح. إذا كان المنشور محاط بمائع معين، فما أكبر معامل انكسار للمائع يسمح بالانعكاس الكلي داخل المنشور؟ أعطاك الرسمة وأعطاك الفكرة، كونه قال لك انعكاس كلي داخلي، إذن تبدأ بالحل من معادلة الزاوية الحرجة. حتى تبدأ بالحل من الزاوية الحرجة لازم تحدد مين الوسط الأول ومين الوسط الثاني. الوسط الأول هو زجاج المنشور، والوسط الثاني هو المائع المحيط بالمنشور. ساين سيتا سي اللي هي ساين زاوية الحرجة تساوي معامل انكسار الوسط الثاني NR على NI معامل انكسار الوسط الأول. منعوض سيتا سي ما عطك إياها 45، لكن لو أجينا للشكل حنلاحظ إنه المنشور عبارة عن قائم الزاوية وزاويتي القاعدة 45 45، إذن الزاوية هنا 45 وبتتممها لل 90 45، وهنا 45، وإذن هذه 45. إذن ساين 45 تساوي NR على 1.80. نحسب تطلع معامل الانكسار 1.30. الحساب سهل ما بده شيء. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء.